نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في أولى فقرات برنامجنا الحوارية لهذا اليوم من نهار جديد، فقرة في غاية الأهمية نتكلم فيها عن الشمول المالي والتحول الرقمي وفائدته على الجميع وتحديدا المزارع المصري. خلينا متفقين إن الدولة المصرية بدأت خطة ثابتة منذ 4 أو 5 سنين تحديدا للإصلاح الاقتصادي، وخلينا نقول كمان نجحت الحمد لله رب العالمين، مش بس المؤشرات الأولية ولكن ده أتى بثماره بشكل كبير جدا على الاقتصاد القومي المصري، ده بشهادة كبرى دول العالم في ظل الأزمات الاقتصادية اللي مر بيها العالم. كمان الدولة بتخوض حاجة مهمة جدا وهو التحول الرقمي وجعل الرقمنة ده شيء أساسي في المعاملات مش بس في المصالح الحكومية ولكن في كافة أمور حياتنا، وده طبعا ليه أثار إيجابية كثيرة جدا جدا وتفاصيل في غاية الأهمية هنعرفها سواء من التحول الرقمي وأيضا الشمول المالي مع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور بلال شعيب باحث ماجستير في الدراسات الاقتصادية. برحب بيك يا دكتور، تحياتي لحضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى السلامة المشاهدين. دكتور بلال، كده بمفهوم مبسط للمشاهد يعني إيه الشمول المالي؟ كلمة شمول مالي اصطلاحا هي إتاحة كافة الخدمات المالية لكافة أفراد المجتمع. الخدمات المالية ممكن نلخصها في مربع عبارة عن 4 أضلاع، عندنا الادخار، عندنا الإقراض أو الاقتراض، عندنا الاستثمار، عندنا التأمين. دول أهم الخدمات اللي موجودة في أو يتضمنهم منظومة الشمول المالي. الادخار إن الأفراد المجتمع لو حد معاه فلوس، الفلوس دي يتم إيداعها في البنك علشان ما يتنصبش عليه أو ما يتعرضش ليه عمليات النصب من ناس كتير. ده لو احنا بنتكلم ببساطة عن الادخار، حتى لو كان سعر الفايدة اللي موجود في البنك بيبقى أقل نسبيا من الناس اللي بتعرض عليهم أسعار فايدة مغالة فيها وبياخدوا الفلوس وما بيرجعوهاش تاني للناس. فاحنا بنوعي الناس إن احنا الفلوس اللي معانا كمدخرات لا ممكن يتم ادخارها في البنوك. يبقى ده لو احنا بنتكلم على الادخار. لو بنتكلم على الإقراض أو الاقتراض بالنسبة للمواطنين، الاقتراض البنك المركزي في الفترة الأخيرة انتهج كثير من المبادرات زي مبادرة التمويل العقاري، زي مبادرة إحلال السيارات بالنسبة لي علشان تتوافق مع المنظومة البيئية، زي مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مبادرة تمويل النشاط الزراعي، مبادرة تمويل الإنتاج الحيواني، في سلسلة من المبادرات لكافة أطياف المجتمع. كمان على مستوى كمان القروض الاستهلاكية لو احنا بصينا لمبادرة التمويل العقاري، هي مبادرة بتشجع على اقتناء وتملك وحدة عقارية بتكون بالسعر العادل وبتكون بالتقسيط على 30 سنة وبسعر عائد مميز 3%. التأمين، التأمين زي التأمين على الحياة، زي التأمين على السيارة. كمان الضلع الرابع الاستثمار. الاستثمار مهم قوي لان احنا دولة فيها نسبة فقر، كنا بنتكلم على حوالي 25% نسبة فقر وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الهدف الرئيسي بتاعنا احنا محاربة الفقر. في دول كتير عملت مشروعات اهتمت بالمشروعات الصغيره والمتوسطه، عندنا دوله زي بنجلاديش، بنجلاديش كان نسبه الفقر فيها وصل ليه حوالي 95%، يعني نسبه عدد السكان 5% منهم اغنياء و95% منهم فقراء. كان الدكتور محمد يونس استاذ الاقتصاد في الولايات المتحده الامريكيه لما رجع بنجلاديش كان قال ان تضيء شمعه خير من ان تظل تلعن الظلام. تضيء شمعه انك ازاي تعمل مشروع صغير، ازاي الثقافه الماليه تبدا تنتشر عند الناس، ازاي ان الناس نقول لهم لا نتوجه للعمل الحر. مش 6 مليون موظف اللي هم في الجهاز الاداري للدوله، الجهاز الاداري للدوله مع التحول الرقمي كمان انا مش محتاج ازود عدد الموظفين، يعني انا مش محتاج ان انا يعني لو احنا بنعمل مثلا المرور في الاول كنت انت حضرتك عشان تسدد الغرامه على السياره كنت بتروح لشباك واثنين وثلاثه، لا النهارده بضغطة زر تليفون بتقدر تعمل عمليه الاول بتستعلم على رصيد المخالفات، بتتظلم من المخالفه اللي موجوده لو انت شايف ان المخالفه دي مش حقيقيه فبتقدر تعمل شكوى وانت قاعد في البيت عن طريق الابلكيشن تقدر تتظلم منها، بيتم النظر فيها لو المخالفه دي موجوده خلاص وبقت اساسيه على حضرتك بتقدر انك انت تدفع ثمن المخالفه وتجيب كمان ورقه او بيدي لك رقم مرجعي تقدر تروح بيه للمرور، خلاص يبقى انت كده سددت كل الغرامات. في الاول كان النظام انت بتقف على شباك طويل جدا واجراءات معقده، كمان دفع مصاريف كل نظام مانوال يدوي انك انت تاخد وتخلص مع نفسك، دلوقتي يعني وانت قاعد على قدام الموبايل بتاعك بتخلص مزبوط. كل الامور يبقى ده في اطار كمان التحول الرقمي. لو بصينا كمان مصلحه الاحوال المدنيه وبنوجه الشكر للسيد وزير الداخليه ورئيس مصلحه الاحوال المدنيه. انا واحد من الناس كنت بجرب الفكره بشوف هل التحول الرقمي ده موجود ولا لا، فكره انك انت ممكن تاخد البطاقه الشخصيه بتاع حضرتك في 3 ساعات، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ انا بنفسي جربت واتصلت برقم مختصر، اتصلت بيهم بعتوا لي الناس وصوروني وفي البطاقه جات لي بحوالي
ثلاث ساعات كده اقول لك، قالوا لي الساعه 8 كانت بطاقه الساعه 6 عندي. فده تحول الرقمي ده النهارده الدوله بتتغير. النهارده كمان الشهر العقاري ده في اطار منظومه التحول الرقمي. الشهر العقاري برضو حضرتك قبل ما بتروح الشهر العقاري لا بتحجز عن طريق الابلكيشن عن طريق الموبايل. فالنهارده الدوله في توجهها ناحيه وانت كمان بتتوافق مع لجنه المدفوعات النقديه ان احنا بنقلل الكاش اللي موجود في السوق، الناس ما يبقاش معاها السيوله موجوده، احنا بنشتغل على الابلكيشن حضرتك بيتحول بتدفع المخالفات المروريه بتدفع رسوم الشهر العقاري. ده في اطار منظومه التحول الرقمي. في الاطار ده كمان واحنا بنتكلم على الاستثمار، لا الدوله بتنتهج نهج النهارده انها ازاي تقدر تخلي الناس تقدر تجيب تصطاد السمكه وادي له الشبكه اللي يقدر يصطاد بيها. النهارده البنك التنميه الزراعيه منزل برنامج هايل جدا في اطار الشمول المالي وفي اطار التحول الرقمي اللي هو باب رزق. باب رزق بيخلي الناس يعني بيدي له قرض ابتداء من 2000 جنيه لحد 10000 جنيه، احنا مش بنتكلم بقى على الملايين والمليارات، احنا بنتكلم على مستوى المواطن البسيط، المزارع البسيط، الفلاح البسيط. القروض الصغيره اللي ممكن يستفاد منها. دي اللي هي متناهيه الصغر. المستندات اللي مطلوبه مش مطلوب اي مستند غير حاجتين. صوره من البطاقه الرقم القومي والاصل بتاعها طبعا، ويكون معاه ضامن اللي هي زوجته، يعني لو هو هيقترض الزوجه هي اللي بتضمن. ده اللي مطلوب، ده توجهات الدوله النهارده، وده توجهات الشمول المالي ان النهارده ازاي ان انا يعني اقلل مستويات الفقر وزود معدلات التشغيل وبالتالي تخفيض معدلات البطالة. ده بينعكس كمان على إيه؟ بينعكس على عدة مؤشرات أخرى متعلقة بالاقتصاد. بيعزز الاحتياطي النقد الأجنبي، بيعززه النهاردة الاحتياطي النقد الأجنبي وصل لحوالي أكتر من 40.6 مليار دولار. ده وده رقم غير مسبوق في تاريخ الاحتياطي النقد الأجنبي، خاصة بعد ما احنا وصلنا لمستويات متدنية سنة 2013 وصلنا ليه حوالي 13 مليار دولار. وده رقم قليل، لا النهاردة بقى الرقم عندي 40.6 مليار دولار. ده بيعزز قدرات الدولة انها تقدر توفر القمح والزيت والسكر وتوفر كل الحاجات. طيب ده كمان بيقلل نسب الاستيراد. تعرف ان احنا عندنا في جاب شويه في الميزان ما بين الاستيراد وما بين الصادرات. احنا يعني كنا بنستورد بحوالي 60 مليار دولار سنويا وبنصدر بحوالي 50%، يعني بنصدر بحوالي 30 مليار دولار. مع الشمول المالي فاحنا بنعزز هنا القدرات للافراد علشان يقدروا يفتحوا مشاريع صناعيه زراعيه، نقدر نعمل تكامل اقتصادي ما بين النشاط الزراعي والنشاط الصناعي، وبالتالي اقدر يكون في منظومه تجاريه عندي. كان في معرض صحاري في الفتره السابقه، واعتقد كان وزاره الزراعه كانت هي صحيح الداعم للمعرض ده. عايز اقول لحضرتك ان كان في هناك تواجد للبنك الزراعي في المعرض، كان هناك شركات بدون ما نعلن عن اسماء شركات، لكن اقدر اقول للناس هو من خلال يقدر يدخل بس يعمل بحث عن اي شركه من الشركات اللي كانت موجوده في المعرض، هتدي له التطبيق بتاع الشركات دي. موجود شركات كتير، منها شركات حكوميه ومنها شركات قطاع خاص، يقدر يتعامل مع الشركه. طيب ده في اطار ايه؟ ده في اطار التحول الرقمي. ان انا النهارده كان البحث عن الاستثمار زمان عباره عن ايه؟ ان انا اقعد ادرس السوق واجيب حد معايا. النهارده الموضوع بقى ابسط من كده بكتير. النهارده الدوله بتقول للمواطن لا خلي بالك، ده في فرص استثماريه موجوده قدامك، تقدر وانت قاعد في بيتك وانت عندك حتة ارض صغيرة لا تقدر تغير طريقة الاستثمار. الابليكيشن ده هيدخل عليه هيلاقي ان الموردين بتاع الخامة اللي بيشتغل بيها، هيلقى كمان المستورد او اللي بيجمع الحاصلات الزراعية دي عشان يصدرها برا، وهيتعاقد معاه وهيديله كمان المقدم بتاع المحصول. مقدم. ده في اطار التحول الرقمي، ده ما كانش موجود قبل كده. الثقافه الماليه دي ما كانتش موجوده قبل كده. النهارده الدوله بتقدر ان من خلال طبعا الاجنحه بتاعتها، سواء جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه او كان الجهاز المصرفي متمثل في البنك المركزي المصري، بينشئ مجموعه من المبادرات. المبادرات دي الهدف بتاعها انها تقلل نسبه البطاله في مصر، ما يبقاش عندي نسب بطاله، لا ده انا بفتح بيوت ناس. كلمه باب رزق اللي بينتهجها بنك التنميه الزراعيه دي بتخلي المواطنين والشباب اللي هم موجودين بيسمعونا لا تعالى اتحرك، تعالى اقدر اعمل مشروع، ما تخافش من انك انت تخسر الفلوس، الموضوع بسيط، جرب في مبلغ بسيط، اكبر مع المشروع. كل ده في اطار منظومه الشمول المالي. نقدر نقول يعني الشمول المالي ده احد اهم ثمار الاصلاح الاقتصادي اللي بداته الدوله المصريه، وتاثيره الايجابي مش بس على الاقتصاد ولكن كافه يعني الفئات المجتمعيه ومنها الفلاح او المزارع المصري زي ما حضرتك ذكرت. خلينا نقول دكتور بلال، ازاي يقدر يكون عندنا تعامل بسلاسه مع الشمول المالي؟ ان اغلب بعض او بعض الناس دلوقتي بتعاني مثلا من موضوع انها تتعامل من خلال الرقمنه. من الجهة المنوط بيها بحيث ان يكون في تعامل وتبسيط الامور وتحديدا على اخواننا الفلاحين والمزارعين؟ طيب خلينا نقول لكل اهالينا في الريف وفي القرى وكل الناس البسيطة اللي بتسمعنا، هو في بداية
يعني زي ما الطفل بيروح الاول الحضانه وبعد كده يروح الجامعه. صحيح. انا مش هوديه الجامعه وانا ما ودوش الحضانه. لا، هو يعني انا واحد من الناس اتعلمت يعني ايه شمول مالي ويعني ايه تحول رقمي لما الاول نزلت الموبايل بانكينج. يعني ايه؟ يعني رحت البنك الاول فتحت حساب. في الاول كان في تعقيد كتير قوي في البنوك، الكل ده اتقص خلاص ما بقاش موجود. يعني كان الاول يقول لك بص هات لي كده البطاقه، حضرتك المهنه بتاعتك ايه، طالب، لا مش هينفع افتح لك حساب. لا، توجهات البنك المركزي واضحه صريحه، هنفتح حساب لكل المصريين. بقى في النهارده يوم اسمه يوم الشمول المالي للشباب، ده في حسابات مخصصه للطلاب كمان دلوقتي يعني، وحسابات توفير خاصه كمان للطلاب. يوم شمول مالي للمراه، فبالتالي ده حتى اعفى البنوك بدات تعفي في اطار المبادرات الخاصه بالشمول المالي، بيعفي المواطنين من مصاريف فتح الحساب. هو صحيح. عايز يشجع الناس انها تخش للجهاز المصرفي. احنا عندنا سوق موازي بيمثل 50% من حجم الاقتصاد. فبالتالي الدوله بتقول للناس لا اطمنوا، تعالى افتحوا حسابات، هي دي اول خطوه ان انا اروح افتح حساب. طيب في بقى حاجه كده متوارثه الناس بتقولها ان البنوك للاغنياء. لا، البنوك للاغنياء وللفقراء على حد سواء. ليه؟ لان الاغنياء اللي هو فاكر معاه فلوس هو محتاج مكان امن ويديله عائد شويه على الاستثمار بتاعه، هو البنك. صحيح. البنك كمان مش بس لازم الناس تبقى فاهمه ايه المنتجات اللي بيقدمها البنك. هي البنك مش دوره ان هو كمان بيبقى عباره عن الخزنه اللي بيتم ايداع فيها المال، لا، ده كمان ده عنده. صحيح. منتجات ممكن تلائم رغبات الناس منها. يعني احنا بنشجع الناس انها تستثمر في سوق الاوراق الماليه، البورصه. طب لو هو ما عندهوش درايه بالبورصه، يعني انا معايا 100,000 جنيه لكن انا ما عنديش خبره، هروح اشتري سهم ايه؟ لا، ده انا ممكن اروح البنك والبنك ده عنده اداره متخصصه انها تشتري له الاسهم، وطبعا بتاخد نسبه. طيب هل الفلوس دي معرضه للخساره في البنك لو انا اشتغلت بكده ورحت اشتريت مثلا سند من البنك علشان يشتري لي في البورصه؟ الاجابه لا طبعا، استحاله تخسر، لسبب لان البنك بيشتغل في نطاق محفظه كامله، فبيخش في 20 سهم 50 سهم، فبالتالي لما بيكسب في اسهم بيخسر في اسهم، بياخد المتوسط، يبقى انت واخد متوسط ربحيه. ايا كان المتوسط الربحيه ده بيكون اعلى من الفوائد اللي بيقدمها البنك. ما هي كل ما زادت المخاطره زادت الربحيه. صح. قلت المخاطره قلت الربحيه. يعني مفهوم البنك اختلف تماما عن زمان. يعني ناس للاسف بعض الناس فاكره فكره ان عندي حساب في البنك فده معناه ان هو راجل حاطط شهادات فقط او راجل غني يعني. لا، ده ولكن ده الحساب بنعمل بيه مليون حاجه، بتقبض دلوقتي مرتباتك من في اداره التحول الرقمي. في اداره التحول الرقمي حضرتك المواطن البسيط قاعد في البيت عايز يدفع فاتوره الكهرباء. صحيح. طب فاتوره الكهرباء يدفعها ازاي؟ بيدخل على الابلكيشن الخاص بالبنك. فطبعا هتقولي طب ما هو ما يعرفش، البنك هيعلمه. هو لما يروح يفتح حساب في البنك، خدمه العملاء في البنك بتقدم لك التسهيلات وكل المعلومات اللي انت عايزها. الابلكيشن بتاع كل البنوك بتنزله على الموبايل. الابلكيشن بتاع كل البنوك بسيط جدا. يعني هو مش محتاج حتى يكون بيعرف يقرا ويكتب. احنا مش بنشجع الناس على العموميه بسهوله. وحتى الحد الادنى حتى من القرايه والكتابه هيقدر يتعامل مع الابلكيشن، انه في نسخه عربي ونسخه انجلش، ما فيهاش مشكله حتى في التعامل. طيب هيقدر يدفع فاتوره الكهرباء، هيقدر يدفع فاتوره الغاز، هيقدر يدفع المخالفات المروريه، هيقدر يدفع رسوم التوثيق مثلا في الشهر العقاري، كمان هيقدر يدفع مصاريف المدارس. النهارده يقدر يعمل عمليه تحويل من حسابه البنكي لحساب المدرسه. فبالتالي النهارده لا، في منظومه كامله خاصه بالتحول الرقمي والمدفوعات الرقميه بدلا من المدفوعات النقديه. المدفوعات النقديه فيها مشاكل كتير جدا. صحيح. اول حاجه في ظل ازمه كورونا النهارده حضرتك ما بتبقاش ضامن الفلوس اللي حضرتك ماسكها دي كان ماسكها مين قبل كده. ده حقيقي. فانا النهارده بحمي نفسي وبحمي بيتي وبحمي بلدي لما ما بمسكش الفلوس، لكن انا بمسك الجهاز الموبايل بتاعي وانا الفلوس بتاعتي موجوده جوه في الحساب، اقدر اعمل عمليه تحويل منها في اي وقت انا عايز فيه. فبالتالي ده لو احنا اتكلمنا عن الاثر الطبي، الاثر المالي كمان ده بدون مصاريف برضه عشان خاطر نوضح الجزئيه دي للناس. يعني انت بتحاول مثلا دلوقتي انا مأجر من الدكتور بلال فببعت له مثلا فلوس الايجار فببعت له ال1000 جنيه بتاعه الايجار، فبالتالي مش هياخدها 1010، هم فلوس التحويل اللي يطلعوا مني يوصلوا طيب للدكتور. هقول لحضرتك يعني كمان ده من ضمن المزايا. طبعا الشركات اللي بدون ذكر اسماء طبعا مش دعايه الشركه، الشركات اللي بتعمل عمليات تحويل نقدي ما بين الحسابات عشان اشحن مثلا الموبايل بتاعي ايا كان الشبكه. أي. اللي حضرتك عليها. أي. أي. فبالتالي انت عايز حضرتك تشحن الموبايل بتاعك تدفع فاتوره الموبايل نفسه من خلال الابلكيشن ده، بتقدر تدفع فاتوره الموبايل وبنفس الاسعار بدون مصاريف زياده ولا اي حاجه. ده بالعكس اقل. يعني انت لو جيت حسبتها ان في بعض. صحيح. الاماكن المتطرفه مثلا وما فيهاش عدد اكشاك كتير او ما فيهاش اماكن منافس بيع كتير، فبالتالي ممكن يغلي السعر. صحيح. لا، انت عندك في اي وقت تقدر تعمل عمليه تحويل لحسابك
او تقدر تعمل عمليه شحن للموبايل بتاعك، وبالتالي دي خدمه بتتقدم في نطاق التحول الرقمي والشمول المالي. صحيح. وتقريبا تكلفتها زيرو، ما فيش حاجه. ويمكن برضو بعض الجهات الحكوميه بتطبق موضوع الدفع دلوقتي بالفيزا، لو انت بتدفع كاش بتاخد تقريبا 5% زياده عن الفيزا. مظبوط، صح كده دكتور؟ فبالتالي الموضوع بسيط جدا، واي بنك حضرتك فاتح الحساب بيه ممكن تاخد الفيزا اللي اسمها ميزه اعتقد دي. مظبوط. اللي انت بتحط فيها الفلوس اللي حضرتك عايزها، رايح ترخص المرور تدفع من خلالها ان شاء الله، حتى لو رايح تجيب التومين بتاعك بتدفع من خلالها. بالنسبه بقى للبيزنس، لو احنا بنتكلم بيزنس الافراد يعني. أي. يعني لو كل الناس اللي بتسمعنا، هي كل الناس دي عندها مثلا بنت هتتجوز، ولد هيتجوز، عايز يروح يشتري عفش، عايز يروح يشتري اي حاجه. لما يتعامل مع الجهاز المصرفي ويبقى له حساب، ما احنا قلنا اول خطوه انه يروح البنك يقول انا عايز افتح حساب. تمام. دي كده اول خطوه علشان انا يبقى في اطار التحول الرقمي. بعد ما انا فتحت حساب، سواء عملت ايداع فيه فلوس ما عملتش ايداع فيه فلوس، هو كده الحساب بقى عندي خلاص. نيجي للخطوه اللي جايه، ما هو كده كده هيحتاج يعمل عمليه تحويل نقدي لاي حاجه، فبالتالي محتاج ينزل ابلكيشن على الموبايل. والحمد لله اغلبيه المصريين كلهم معاهم الفيسبوك ومعاهم الموبايلات الحديثه اللي فيها التاتش، يقدر ينزل فيها البرنامج. خدمه العملاء في البنك هيعلمه ازاي يفتح البرنامج، يعمل له باسورد ويقول له الباسورد تكتبه ازاي، والموضوع سهل، هو الرقم السري يعني، فسهل ان هو يتعامل مع الابلكيشن. بعد ما عمل كده، هو النهارده عايز يروح يشتري ثلاجه، عايز يشتري غساله، عايز يشتري اساس، ايا كان اللي عايز يشتريه. الشركات النهارده بتعمل يعني صفقه كده مع البنوك، بيعمل ديل مع البنك، بيقول له انا ممكن لو انت المواطن ده معاه الكارت الائتماني، ايا كان اسم الشركه، شركه الكارت الائتماني اللي صادره طبعا من البنك، يقدر يقسط السلعه دي على 12 شهر، وكان في احد المتاجر بيقسط على 36 شهر بدون فايده. يبقى اصبح لو هو معاه 100,000 جنيه وعايز ينزل يشتري سلعه معمره، ال 100,000 جنيه دول ممكن يعمل عمليه ايداع بيهم بشهاده بتدر له عائد شهري. فبالتالي هو بيجيب مكسب اهو كويس، وبضمان الشهاده دي يقدر يروح يحصل على كارت من كروت الائتمان الاستهلاكي بضمان الايه؟ الشهاده. اصبح الكارت معاه في جيبه، هو ما بيدفعش حاجه خالص، ما كلفتوش اي حاجه. طب جه استخدم الكارت، حب ان هو يشتري ثلاجه، يشتري غساله، بوتاجاز، عايز يشتري اي حاجه، بيروح يشتريها من المعارض اللي بتبقى عامله الديل او عامله الصفقه مع البنك. وبيستلم السلعه، وبيتم خصم، بيتم وقف الرصيد الكامل بثمن السلعه، ويقسط ثمنها مع البنك، مع البنك بدون فايده. يبقى اصبح على 6 شهور، على سنه، على حسب المده اللي بيقرها البنك. على 6 شهور، على سنه، على سنه. بقول لحضرتك احد الشركات وصل بيها في ظل الكومبيتيشن وفي ظل المنافسه اللي موجوده في السوق، وصل انه بيقسط على 36 شهر بدون فايده، ودي ما حصلتش في تاريخ مصر او في تاريخ السوق الاستهلاكي في مصر. فبالتالي هنا بنشجع الناس انها تتعامل مع الجهاز المصرفي، فلوسها كلها موجوده في البنك، وبالتالي يقدر يستفيد من المزايا اللي بيتقدمها البنوك. طيب النصيحة اللي ممكن توجهها لكل الناس اللي هي عندها حالة من القلق في التعامل بالشمول المالي أو التعامل بالفيزا أو الميزة من خلال الحسابات البنكية، دكتور بيك تحب تقول لهم؟ طيب هقول لحضرتك الأول وأنا بحذر الناس طبعا. أهالينا في الريف، لو سمعنا في الفترة الأخيرة ظهرت ظاهرة اسمها المستريح. ظاهرة المستريح دي هي اصطلاحا يعني اصطلاحا حد اسمه كده، فظهرت الظاهرة. لو احنا نفتكر زمان قوي كان شركات توظيف الأموال كانت موضة كده في فترة في التسعينات والثمانينات، كان شركات توظيف الأموال كان شركات توظيف الأموال بشكل معين، جلباب معين بيطلع بيه، هو بيقول للناس أنا باخد الفلوس دي والشغل حلال معايا واشتغلوا معايا. دي كانت ظاهرة. دلوقتي النظام اتغير، شلنا الجلابية، بقى الشكل مختلف، بقى الروشنه، بقى الشكل الجديد، بقى بنسميه الشكل السبور يعني الشكل الجديد. في الشكل الجديد ده هو بقى يلاعب الناس بايه؟ البنك هيدي لك كام سعر الفايده وانا هدي لك كام؟ ايوه البنك هيدي لك 10 يعني اعلى شهاده النهارده حاليا دلوقتي المتوسط 11%، دي المتوسط بالنسبه للبنوك. أيوة. كويس؟ هو بيقول له تعالى انا هدي لك 20% في الشهر. صحيح. لما تيجي تحسبها ده 200% من اصل المبلغ. يعني حتى منطقيا انا مديله 100,000 جنيه هيعمل لي عمليه توظيف. هل يعقل ان ال 100,000 جنيه دول يديني كل شهر 10,000 جنيه مكسب؟ ما انت لما تيجي تضرب ال 10,000 في ال 12 شهر 120,000 جنيه مكسب، ولسه اصل الدين موجود عنده. طبعا الكلام ده غير منطقي. بنشوف الناس يا عيني بتجمع الفلوس، هو بيطمع الناس وبيديهم شهر شهرين، هو بيدفع اول شهر او بيدفع اول شهرين وبعد كده بقى ايه، خد الفلوس بتاعت الناس ومشي. ده خطر كبير قوي داهم. طب الناس اللي معاها فلوس، لا، روح الجهاز المصرفي، اعمل عمليه ايداع في الجهاز المصرفي ايا كان بقى حجم الوعاء الادخاري، ومضمون يا دكتور، ومضمون. معلش يعني ناخد 11% وضامنهم وجهه موثوق منها احسن ما اخد 50% وانا مش ضامن الشهر اللي بعده ايه اللي هيحصل. وحاجه تاني، انت ممكن بفلوسك انت تبدا المشروع. طبعا صحيح. مش بنقول للناس ان كل الفلوس اللي معاها يروح يتم ضخها في مشروع ويخسر الفلوس، لا،
الانفاق بيساوي الادخار، يعني الدخل بيساوي الانفاق زائد الادخار زائد الاستثمار. انا الدخل بتاعي 10,000 جنيه بقسمه ثلاث اقسام، جزء منه هنفقه هاكل وهشرب وهلبس وكده، وجزء هتدخله، وجزء صغير اللي هو التلت هاخده ده اللي استثمره. ولما تيجي تستثمر النهارده في اطار الشمول المالي والتحول الرقمي في كل انحاء الجمهوريه، بقى في قنوات شرعيه تقول لي ازاي اعمل بيزنس. في عندي جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، ده جهاز وطني، جهاز مستقل موجود ليه فروع في كل انحاء الجمهوريه. اي حد ما يعرفش، حتى ابنه حتى اخوه حتى حد، يكتب له بس جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه هيدله على اقرب فرع ليه في انحاء الجمهوريه كلهم. الجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ده عنده دراسات جدوى جاهزه بيديها للافراد اللي هي عايزه تعمل مشروع. أيه. لو هو ما عنده، لو افترضنا ان الشخص ده ما عندوش ادنى خبره، ما عندوش اي حاجه خالص، ده كمان هياخده هيديله دراسه الجدوى وهيدربه على الشغل بتاعها، وكمان هيديله التمويل اللي يبدا بيه. يعني العمليه ميسره، مفيش تعقيدات جدا، الامور كلها بسيطه. طيب لو هو مش عايز يروح جهاز تنميه المشروعات الصغيره المتوسطه، اي فروع من البنوك سواء كانت الحكوميه او القطاع الخاص، الحكوميه بتبقى اكتر، يعني احنا بنشجع البنوك الحكوميه اكتر، يروح لاي فرع، اي فرع من فروع البنوك، عنده البنك التنميه الزراعيه والبنوك الثانيه، يتوجه ليه، هيروح يقول له انا عايز اعمل مشروع وما عنديش اي خبره، هيديله دراسه الجدوى وهيعرفه كمان هيرشح له مشروعات معينه ممكن يعني ينجح فيها. هو الموظف بتاع خدمه العملاء هو بيتناقش معاه، هيقدر يطلع منه المهارات اللي موجوده عنده. كل الناس كلها عندها مهارات، مفيش حد ما عندوش مهاره. أيوة. هتلاقيه هو اشتغل قبل كده في شركه، في مصنع، في ورشه، اشتغل في حاجه، هيبدا يتناقش معاه، يطلع منه من جواه المهاره اللي عنده، ويبدا ازاي ينميها وازاي يشتغل عليها، وممكن على قد الفلوس اللي معاه يرشح له مشروع. صح كده؟ مظبوط. وكمان بالناحيه السوقيه هو هيدله مع كمان اطار التحول الرقمي، وان النهارده الشركات كلها بقت موجوده على النت، يقدر النهارده من خلال اي ابلكيشن من الموجودين اللي كانوا موجودين في صحاري او في غيرهم، يقدر يدخل على الموقع ده او الابلكيشن ده وينزله على الجهاز بتاعه، ويقدر يتواصل معاهم، هم هيشتروا منه المحصول او هيشتروا منه المخرج بتاعه لو كان مصنع وما الى ذلك. بالنسبه للناس طبعا في اطار النهارده لا يفوتني النهارده، بدايه خلاص بدات البنوك كمان تستقبل العملاء في مبادره التمويل العقاري. المبادره دي انا شايفها مبادره بتحمل الخير لكل المصريين. نعم. مسكن ملائم، وده وفقا وتوجيهات القياده السياسيه. الرئيس وعد لكل الناس انا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق. ده نص الكلام اللي قاله السيد رئيس الجمهوريه. نعم. النهارده البنوك بدات النهارده وفقا والتوجيهات دي بدات تنفذ الكلام ده. محتاج من الناس ايه؟ محتاج من الناس انها في اطار احنا بنتكلم بقى على الشمول المالي. الشمول المالي يطلع الافراد دول، روحوا البنوك واسالوا على مبادره التمويل العقاري. أيوة. المبادره دي شروطها بسيطه، ما انتش محتاج تكون شغال في شركه انترناشونال، ما انتش محتاج صحيح. تكون شغال في حكومه، ده بيشتغل مع المهن الحره، بيشتغل مع الناس، مع حتى كل العماله المؤقته، حتى العماله المؤقته بيقدر يثبت، يعني البنك موظف البنك بيقدر يتكلم معاه، يقدر يشوف هو مستوى الدخل بتاعه قد ايه، يعني هو بيشتغل في ورشه، بيشتغل في مصنع، يقدر يوصل معاه للرقم بتاع الدخل الحقيقي بتاعه، واللي على اساسه يعتبره وعاء يقدر يتم التمويل عليه. الحقيقه دي حاجه مهمه جدا بنفتخر بوجودها، وهي الشمول المالي، وايضا المبادره في غايه الاهميه. انا بحيي حضرتك انك اشرت ليها، وهي مبادره التمويل العقاري، من دعم كبير جدا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. محتاجين بس ان احنا نراجع نفسنا، للناس اللي هي لسه متخوفه حتى الان من التعامل بالشمول المالي او بالرقمنه. دي حاجه بتوفر على حضرتك، وفي نفس الوقت بتوفر لك مش بس التعب والمجهود، وكمان بتوفر من الفلوس. كمان مهم جدا ان احنا بنقول كل هذه المبادرات بتسهل لحضرتك مشروع صغير او مشروع متوسط ممكن تبدا بيه على حسب خبراتك ومهاراتك زي ما قال الدكتور بلال، وايضا على قد الفلوس اللي مع حضرتك بيها. يعني مفيش يعني امكانيه دلوقتي لحد ممكن يكون عاطل، حتى لو ممكن ما معكش عليه فلوس خالص. اشار برضه الدكتور بلال، حتى بنك الزراعي المصري موفر قروض متناهيه الصغر بدا من 2000 جنيه ل 10,000 جنيه بضمانات بسيطه جدا بصوره البطاقه وضامن. اعتقد مهم جدا ان احنا نكون عارفين مثل هذه المعلومات حتى نقبل بشكل كبير جدا على مصرنا الجديده والجمهوريه الجديده اللي اتجمدت فينا الحمد لله رب العالمين، وبنجني ثمارها حاليا. بشكرك جدا دكتور بلال، بتنورني والله دايما حبيبي الغالي. شكرا لحضرتك. شكرا ليك ضيف العزيز الدكتور بلال شعيب، باحث ماجستير في الدراسات الاقتصاديه، شرفتني يا فندم. اشكرك. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل فقره حواريه اخرى مع زميلتي العزيزه مها سميح، انتظروها.